صادرات مصر ارتفعت إلى 53.8 مليار دولار. بالمقارنة بحضركم تتذكروا السنة اللي قبلها كنا 45، يعني تقريبا نسبة زيادة تقترب من 20%. لكن الرقم المهم إن أيضا وارداتنا الغير بترولية، وأنا بأكد عليها، هو نفس الرقم اللي كان موجود في 21 في حدود 80 مليار. فترة من 14 يناير إلى 17 يناير، أربع أيام، أفرجنا وأنهينا إجراءات إفراج عن بضايع ب 4.8 مليار دولار. اللي موجود النهاردة على مواني مصر كلها، البضايع اللي النهاردة وأنا بكلم حضراتكم وإحنا موجودين، كل اللي موجود النهاردة 5.3 مليار دولار فقط، منهم 3 مليار لسه المستوردين ما خلصوش إجراءاتهم، يعني ما قدموش أوراق من الأصل أو لسه بيخلصوا إجراءات. وبالتالي معنى هذا الكلام إن إحنا الحمد لله خلاص تقريبا نقدر نقول أنهينا فكرة المتراكم اللي كان موجود في الموانئ.